رسالة جاية نقطة تاني نقطة، مش عارف يعني. السلام عليكم دكتورنا، بنتي عندها مرض تصلب الجلد، عندها 28 سنة. هذا المرض أثر على كل أجهزة الجلد طبعا، تصلب الجلد اللي هو السكيروديرما تروح لحد مناعة، مش أمراض جلدية. أمراض جلدية في الأول عشان يشخص، إنما ده مرض بيصيب الجسم كله، بيصيب الجسم كله، القلب والكلى والمريء، هيبقى فيه صعوبة في البلع، فإحنا هنروح لحد من أساتذة المناعة.